والله المشكلة بالمعمل، يقولون جماعة المعمل، معمل من النسيج، معمل الولدي هذا، معمل ايه كل كم يوم جايينا، ما نخلص من البلدية 2000 5000 10000 في الشهر، ما نخلص من جماعة المعمل. يعني على باب الله ما عندنا، يعني وين تروح؟ قد عطال بطال صاحبين اطفال، والله صعب اطفال. يعني ست بلغوكم شنو؟ على اساس هذا المحلات كلها قلق. يعني هاي الارض تابعه لهم؟ والله يقولون هم جايبين كتاب قبل اسبوعين، كتاب موقع من قائم مقامه من المحافظ من كل المهم، واحنا جايين هنا على باب الله. وين نروح اذا شالوا المحلات؟ انا اروح الله وكيل اقعد بالبيت على ما عندي لا حول ولا قوه، واني مصاب برجلي الله وكيل، اسع بلاتين برجلي مع الدواعش، مع دواعش وقعلاون عني من هنا وهاي السياره. المطلوب شنو تريدون؟ والله المطلوب وخلونا على باب الله احنا، ونعطيهم يجوز كل شهر نعطيهم، مثل ما ابو المحل مأجر من ابو المؤجر، نعطيه 25 المؤجر و25 المعمل وفي مال. احنا رحنا راجعنا المعمل، قالوا نحن امركم بعدين نعطيكم كتاب، ما زودون الكتاب. وراجعنا المعمل مرتين، رحنا عليهم قلنا لهم احنا شلون شغل التجاره تاخذون من عندنا؟ لان البلديه عاد خاطب تقول هاي اللي قاعد لنا. المعمل خاطب يقول هاي اللي قاعد لنا، وما نعرف احنا. ولحد الان ماكو شيء موثوق.